طيب I think إنه إحنا لايف. متأكد؟ يس أيوة هاي هطلعنا يس. كوبي لينك، خليني بس أحطه في الجروب ايوه ونبدأ إن شاء الله. انت طالع من البيج بتاعتك يا دكتور صح؟ لا هطلع برضو هناك وهحطها دلوقتي. اوكي شير تمام أبل. تمام اه تمام. يلا بسم الله. اسوشيشن يلا. طيب أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. نعود لكم في لقائنا اليومي مع جمال الحوار. إن شاء الله تنبسطوا معنا اليوم في موضوع مهم جدا، اللي هو تأثير الأزمات والأوبئة على الرياضة والعكس. يعني حنلعبها ماتشين، ماتش ذهاب وماتش إياب، أثر الرياضة في مكافحة حلو الأوبئة. جميل طبعا جميل أتشرف بوجود صديقي وعزيزي وأخي الدكتور الأستاذ محمد التميمي كمحاور ثاني. حنلعب اليوم فريقين، إحنا الاثنين خطة دفاع وهجوم ضد الكابتن والمعلق الرياضي وصديقنا الأستاذ أحمد بسيوني. الأستاذ أحمد بسيوني طبعا نتمنى أنه ما يرفع لنا اليوم الكرت الأصفر ولا أحمر، هيبقى معنا إن شاء الله إلى نهاية المباراة. وطبعا عاوزين الجمهور إنه يتفاعل معنا، إذا بده يعمل شير يعمل. المباراة مجانية، ما فيش دفع لأنه كله أونلاين حسب الفيفا. ما فيش تشفير ما فيش فيش تشفير تشفير، أهم الكل حاجة. مسموح له يشير، الكل مسموح له يكتب ويعلق، وإذا في عنده أي سؤال أكيد بنتشرف إنه نعطي للأستاذ أحمد. الكابتن أحمد هو من الناشطين في الجالية، عنده يعشق الرياضة، أنا بعرفه من مدة طويلة. يعني الرياضة كده، كريات الدم البيضاء هي كريات تلعب كرة مع ضد كريات الدم الحمراء في جسمه، كل حاجة عنده كرة. عشان كده هو عنده برنامجين على الإذاعة، واحد اسمه كرة على الطاير، K3T كرة على الطاير، بقدمه على إذاعة تشين راديو اللي في أوتوا، وعنده برنامج اسمه وسط الملعب بقبله على يلا مزيكا كاليفورنيا. أهلا وسهلا فيك كابتن أحمد. اهلا أهلا وسهلا وسهلا. بيك يا دكتور جمال، واهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. انا متشرف ان انا معاكم النهارده، وتكمله للسيرس اللي انت حضرتك بداتها من فتره، اللقاءات المباشره مع عدد من الشخصيات المحترمه واللي بتقدم معلومه جيده في الوقت اللي احنا محتاجين فيه معلومات تكون واضحه وصريحه وتهم المواطن بشكل مباشر وتهم المستمع بشكل مباشر في ظل الازمه اللي احنا كلنا بنعيشها، وهو نوع من انواع الخروج عن المألوف، ان احنا ما تحسش ان انت محبوس، لا صح خلينا نستخدم وسائل التواصل بالظبط. الاجتماعي بشكل بوزيتيف وننشر حاجه ايجابيه وحاجه مظبوطه وحاجه اوثنتيك في زمن او في وقت كتر فيه اللغط وكتر فيه المعلومه الصح مع الغلط. صحيح. معنا اخونا محمد عيسى اونلاين كمان، اهلا وسهلا فيك، احد الناشطين في الجاليه العربيه والعراقيه، بيحكي لك المباراه اونلاين حسب قوانين الكورونا وليس الفيفا. معه حق محمد عيسى من زملائنا الجميلين صراحة. صحيح، طيب كان حد لسه كان دكتور محمد من كام يوم كنا في الشغل، فبيقول لي بقت كورونا على الطاير، ما بقتش كورة على الطاير. طيب نبدأ بأول تسديدة. تفضل اتفضل نبدأ بأول تسديدة. اتفضل. الآن طبعا من شخص نشيط بالكرة، برنامجين على الهواء حسب ما فهمت من الدكتور جمال، كريات الدم البيضاء والحمراء بتتصارع عندك، بيلعبوا ماتشات باستمرار إلى صحيح. وقت الجمود والركود والحجر وحتى الخلفية اللي وراءك سوداء. ما هو بقى إيش احكي لنا كيف الشعور؟ معلش مستحملين بننعي كرة القدم لفترة لأن الوضع الحالي مهم. خليني دايما أبتدي بجملة، كتير من الناس العاملين في قطاع كرة القدم بشكل احترافي دايما بيأكد عليها، الخدمة اللي احنا بنقدمها
كناس عاملين في حقل كرة القدم سواء لاعبين أو مدربين. أنا مش هعتبر نفسي لسه وصلت للمرحلة دي، ولكن أنا هنقل الجملة دي لأنها جملة مشهورة. يعني بيقول لك إحنا جايين نرفه عن الناس الأول، نمرة واحد، ده ترفيه عن الناس وليس هدف للحياة. يعني أنت بتقضي يوم طويل عايز في آخر اليوم تقعد تتفرج على فيلم أو مسرحية، دي هوايتك، وفي واحد تاني يحب يتفرج على الكورة، تمام؟ فإن كان هدف الترفيه ده ما وصلنالوش وحياة الناس هي اللي خطر، لا، احنا نوقف الكلام ده كله ونحط الفلوس دي في اتجاه صحة الناس، ده أولى. فدي جملة كتير من العاملين في حقل كرة القدم اللي معنيين ومهتمين بصحة الناس البدنية والنفسية بيأكدوا على النقطة دي. النقطة الأولى هي الترفيه، والنقطة التانية إن حياة الناس الصحية أولى من أي بند صرف آخر. فخلينا نقول ان هو توقف مخيب لامال عشاق الكوره وجماهير الكوره اللي هم متعودين يتفرجوا على كوره طول الاسبوع وكوره في الويك اند ومباريات اوروبيه ومباريات محليه، ده غير ان هم بشكل شخصي وانا واحد منهم بيمارسوا لعبه كره القدم لان هم بيحبوها كرياضه من الرياضات. ولكن في الاخر التجميد ده كله هدفه هدف اكبر وسامي واهم، لأنك أنت دلوقتي بتحط حياة الناس على الخطر أكتر ما أنت بتحافظ عليها. أكيد. طيب استكمالاً بس للسؤال، علشان إحنا ننطلق من السيتيويشن اللي إحنا فيه، التعليمات اللي وصلت، إيش حدود التعليمات اللي وصلت في الموضوع، ومن الجهة اللي طلعت التعليمات، وهل هي كانت مبادرات شخصية ذاتية ولا هي تعليمات فعلاً رسمية، وإيش حجم التأثير فيها على نشاط الرياض اللي لا موجود طبعاً عنه؟ التعليمات طلعت تباعاً. يعني يمكن خلينا ندي مثال بالدوريات الكبيرة، لأن طبعاً نشاط كرة القدم حوالين العالم هو نشاط ضخم جداً يعني، وعدد اللاعبين فيه عدد مهول. ولكن خلينا نبتدي بالدوريات الخمسة الكبرى اللي هم الدوري الإنجليزي طبعاً على رأسهم، الدوري الإسباني، الدوري الألماني، والدوري الإيطالي، وأخيراً الدوري الفرنسي. هم دول دايماً اللي بيصنفوا الخمسة الكبار. الدوري الانجليزي هو اللي بدا بالمبادره دي، او مش بدا هو بدا بشكل مش شخصي، شكل في شكل الاتحاد في اطار اتحاد كره القدم الانجليزي بتوقف النشاط الرياضي لحين اشعار اخر، لان انا شايف دلوقتي ان وجود الناس في الملعب ووجود اللاعبين في الملعب ده مش امر جيد. ظهرت حالات ايجابيه في بدايه التوقف على طول في نادي زي نادي ليستر سيتي، وطبعا بدأوا بقى مجموعة من الفحوصات للنادي ده والماتشات اللي لعبها مؤخرا مع الأندية الأخرى. اللي حصل بعد كده إن جه الاتحاد الأوروبي اللي هو الليفل الأعلى من الاتحاد الإنجليزي، على أساس إن الاتحاد الإنجليزي هو جزء من اليويفا اللي هو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي تحتيه الاتحاد الإنجليزي، فجه قال لا احنا هنلعب جوله من جولات ماتشات دوري ابطال اوروبا، الجوله اللي خسر فيها نادي ليفربول، اللي طبعا مشجعين الكوره هيفتكروا الجوله دي كويس قوي. فلعبوا الجوله دي ولعبوا فيها ماتشين، وبعدين الجوله اللي بعدها كان بدا الاتحاد الانجليزي وقف الماتشات، فالاتحاد الاوروبي هو كمان راح موقف الماتشات، وتباعا بدون يعني ترتيب الاتحادات اللي وقفت النشاط، يعني مش هيفرق قوي بس تقريبا معظم الاتحادات وقفت النشاط المحلي تباعا بعد القرار ده والى اجل غير معلوم. ده اللي ظهر في الاول، ان احنا هنوقف الماتشات الى ان يبان قدامنا ايه اللي هيحصل خلال مثلا اسبوعين ثلاثة، ولكن ما ادوش تاريخ لعودة النشاط. فما في تاريخ متوقع الآن. إلى الآن ما فيش تاريخ متوقع، ولكن الاتحاد الأوروبي بعد فترة، يعني بعدها مثلا أسبوع لأن أو أقل من أسبوع، لأن الأحداث تسارع الأحداث من ساعة ما بدأ النشاط الرياضي سريع جدا، وحتى احنا هنا برضو كمان في أطوة تسارع الأحداث من ساعة تمديد أجازة الأولاد في المدارس سريع. فاللي حصل بعدها إن كان المفترض في فصل الصيف كان في مباريات دوري أمم أوروبا، طبعا كتير من عشاق الكرة مستنيينها، راح طلع الاتحاد الأوروبي قال لا، الماتشات الدورة دي هتتأجل للصيف اللي جاي. وبعدها طلع الاتحاد بتاع كرة القدم في جنوب أمريكا كان بيستعد لإقامة مباريات كوبا أمريكا باسلو في فصل الصيف في نفس التوقيت، أجلها للصيف اللي جاي. فدي هما البطولتين الكبار اللي كانوا هيتلعبوا في الصيف دول توقفوا. طب هل حصل تاريخيا شيء مماثل بسبب أزمة صحية أو أوبئة صحية سابقا؟ تعرف الحروب سبت، بس هل الأزمات والأوبئة الصحية؟ في الوقت اللي هو بتاع 1918 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى تقريبا كل حاجة توقفت، مش بس الكورة. يعني الوقت ده اللي كان بيلعب كورة في العالم هو إنجلترا، كانت هي أشهر حاجة، لأن آدم اتحاد إنجليزي لكرة القدم في العالم هو الاتحاد الإنجليزي،
وكان عنده مسابقة منظمة، وكان عنده بطولة كاس، وكان عنده بطولة دوري. ولكن في الفترة بتاعت الوباء الانفلونزا المشهور اللي كتير من الناس دلوقتي بيتكلموا عنه وبيدللوا عليه، اللي هو بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، توقف كل حاجة تقريبا. يعني ما نقدرش نقول ان بس النشاط الرياضي اللي تأثر، لا، ده هي كل حاجة في الحياة تأثرت. يعني طب انت حكيت لنا عن الأنشطة الرياضية او الليج الأوروبي، وات أباوت العربي؟ والله هو الليج العربي لحد فترة قريبة برضو كان لسه في ماتشات بتتلعب، يمكن احنا اللي عندنا مشكلة شوية في تأخر وقف الماتشات، بس مش لفترة قريبة قوي، يعني مش الأسبوع اللي فات. بعد تقريبا توقف إصدار اليويفا للقرار اللي هو بتاع توقف النشاط الرياضي وتأجيل بطولة أمم أوروبا، بدأت الدوريات العربية تباعا توقف النشاط واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد. يمكن علامة الاستفهام كانت إن في عز ما كان الدوريات في أوروبا واقفة، كان الدوري الوحيد اللي كان لسه بيلعب كان الدوري التركي، اتلعب فيه ماتش أو ماتشين وبعدين راح توقف، وده يعتبر آخر دوري توقف فيه النشاط. احنا مع موضوع التوقف والتعليمات في التوقف كذا، لكن في رياضيين عالميين اصابهم الفيروس وانتشر هذا الكلام يعني. طبعا. مين من اللي بتذكرهم والموضوع هذا يعني كم بكون في تدخل من الجهات الكرويه العالميه معهم او المحليه؟ خليني اقول لك ان في ناس طلعت اعلنت، او بعض الصحف اعلنت، يعني الصحف الايطاليه النهارده تقريبا من ساعتين اعلنوا ان دولي ديبالا لاعب نادي يوفنتوس طلع بوزيتيف كورونا. وده يرجعنا برضو لنقطه مهمه ولسه اتكلمنا فيها، وحتى النهارده كنت حاططها في دماغي ان انا اكد على دكتور محمد يتكلم فيها تاني، الفرق بين ان انت تكون حامل للفيروس وحامل ومصاب بالفيروس. النقطه دي دايما انا بحس ان احنا محتاجين كل شويه لازم ناكد عليها. فطلع بوزيتيف ان عنده كورونا، ولكن في لاعبين في نادي ليستر سيتي تقريبا 4 لاعبين اصيبوا بالفيروس ده. في الحالات دي كلها دلوقتي ادارات الانديه نوعا ما مش عايزه تعلن لو حد عندها بوزيتيف ولا لا، هيفتح علامه استفهام على طب اللاعب ده الموسم اللي جاي خلاص الموسم ده بخير وبشر وراح، مين كسب مين خسر. دلوقتي الناس كلها بتفكر في الويل بينج، بس السنه اللي جايه يا ترى ايه اللي هيجرى؟ طب انا هاخد لعيب اصيب، طب يا ترى خف، يا ترى ما خفش، يا ترى ده هياثر على مستواه ولا لا. هو في الاخر دور برد خلينا نتفق، ولكن يعني محدش عايز يحط نفسه عند علامه استفهام. يعني هذا اكيد تاثير، عفوا استاذ محمد، التاثير الاقتصادي اللي بتحكي عنه، يعني كان في نقطه كامله حنحكي عنه، بس يعني ما دام فتحت الموضوع الان، أكيد إحنا عارفين إنه معظم الأندية الأوروبية كلها فرنشايز وبيع وشراء وكل الأمور، فطبعاً الخسارات الفادحة اللي حصلت لهذه الأندية. ما هو الخسارات هنا أنت بتتكلم على شركات معلنة وشبكات تغطية تلفزيونية واخد حقوق بس لسنين، هو مش واخد بسنة بسنتها. يعني مثلاً الدوري الأسباني متباع ل5 سنين قدام حقوق البث بتاعته، فاللي شاري حقوق البث هو متضرر، هو ما عندوش حاجه، انا عايز ازيع بس هو انا فين اللي ازيعه؟ ما فيش ماتشات. تمام. طبعا معظم الشركات، يعني معظم شبكات التغطيه سواء العربيه او الاجنبيه اللي واخده حقوق بس عماله تعيد وتزيد في الماتشات القديمه. بس خليني اقول لك، مين ليه نفس دلوقتي ان هو يتفرج على ماتشات قديمه ولا جديده؟ انت دلوقتي كل حاجه، كل الناس مركزه في كيف تقي نفسك الفيروس وازاي تانترتين يور سيلف وانت قاعد في البيت. يعني الشغف على الكوره، انا شخصيا حاولت مع بعض الناس ان احنا نتبادل الاراء على ماتشات قديمه او نتفرج على اهداف قديمه. انت ما عندكش الحماس اللي انت كنت بتشتغل عليه، ولكن الخسائر طبعا خسائر فادحه. ولكن خليني اقول لك حاجه، يعني احنا برضو احنا عايشينها كتير، اعتقد بنسبه كبيره وده هيبان خلال ايام، ان اكتر ناس هتتضرر من القصص دي هي شركات التامين، لان معظم حقوق البث ومعظم العقود بين طرفين فيها تامين وفيها شروط جزائيه، التامين والشروط الجزائيه هم اللي هيتحملوا القصه دي. النادي او الدوري او الدوري الاتحاد الاسباني مثلا او الاتحاد الانجليزي يقول لك انا بعت حقوق البث دي لشركه كذا، انا ماليش دعوه، انا خدت فلوسي، روح حل مشاكلك بعيد عني.
في ماتشات، ما فيش ماتشات، اتصرف. البديل بقى ان بعض الشبكات دي دلوقتي بتجيب بقى اللعيبه القديمه او بتجيب اللعيبه اونلاين عبر بقى عدد من الابليكيشنز، يطلعوا يتكلموا مع الناس، يحسوهم على القعده في البيت، يعملوا لهم كومبيتيشن. اعتقد نادي او ناديين طلب من 2 لعيبه ان هم يلعبوا ماتش على البلاي ستيشن ويجيبوا فيوز، والفيوز دي تطلع فلوس على يعني بص هو يعني بيحاول يخلق حركه. ولكن انت لو اطلعت، لو حاولت تطلع دلوقتي على الـ 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 الاحصائيات بتاع دخول المتابعين على صفحات الفيسبوك والانستجرام للانديه واللاعبين، اعتقد ان الارقام يعني هتبقى نازله جامد. يعني انا بدي ارحب باسمك باخونا رامي طه، اعطانا اسماء ديبالو وماتيو في اليوفي، في اليوفنتوس يمكن. اهلا وسهلا فيك ماتيو. رامي ماتيو شرفتنا. دكتور منير معلومات قيمه، يعطيك الف عافيه، متشرف بوجودك دكتور منير. دكتور منير من الناس الطيبه والرائعه اللي دائما نفتخر بوجودها. دكتور مخلص، طبعا انت مش حتروح اليوم بالدكتور مخلص، بسالك للاخ لا بسال الاخ محمد، بسال الاخ محمد، هربت منها يا كابتن، بقول لك اي نادي بالسعوديه بتشجع؟ بشجع نادي بيتنا. خليك في بيتك. نادي المهندسين الاردنيين. طب تفضل اذا عندك اي سؤال تفضل. يعني من خلال النقاش اللي قبل شوي حكيناه، طبعا انا بس لانه في واحد من الشباب معلق، محمد عيسى معلق على موضوع المباريات التركيه اللي كانت من غير جمهور، فحاب اقول لك التعليق تبعه وتعلق عليه. هو صحيح، هي المباراه اقيمت بدون جمهور، حتى كان ماتش بين جلاتا سراي وبشكتاش وكان بدون جمهور صحيح، بس اللاعبين في ارض الملعب، انت تضمن لو واحد عنده بوزيتيف يعدي بقيه اللاعبين ولا لا؟ طب ما في اجراءات، يعني ما في اجراءات بتنعمل في مثل هيك حاله مثلا، انه ياخذوا تيست قبل ما يدخلوا المباريات؟ حضر التيست عايز وقت عشان تطلع نتيجته. صحيح، يعني لو اخذوا الوقت بس برضه لا، يعني الترتيب للمباراه كمان اكيد مش هيكون بنفس اليوم. ما هو المفروض يس، بس يعني ما هو طب افرض واحد طلع بوزيتيف، هنلغي الماتش؟ ماشي، عملنا التيست وطلع واحد بوزيتيف، هنلغي هو مش هنلغي الماتش. طب خلاص، يبقى نلغي النشاط كله. يعني تعتبرها انت بتعتبرها انها مش منطقيه؟ لا طبعا، ده اجراء احترازي مهم جدا 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 جدا. بلد زي انجلترا، يعني خلينا نضرب بيها المثل دايما، لان دوري دايما يعني من اهم الناس اللي في عالم كره القدم المصريه بالنسبه لنا شخصيا، كابتن حماده امام كان دايما يقول على الدوري الانجليزي دوري كامل العدد، الملاعب كلها مليانه جمهور في كل الماتشات، مفيش فريق صغير وفريق كبير، تاخد ريسك واحد بس على راي دكتور محمد لما شرحها قبل كده، يقول لك واحد بيعد اربعه وكل واحد فيهم يعد اربعه، يعني خلال الساعتين بتوع الماتش دول الناس دي كلها هتروح، يلا يعني the whole city is infected within 2 hours. You don't wanna take a risk يعني. نعم. لا بالعكس، الخسائر المادية دي يعني في عالم كرة القدم الأندية والاتحادات هتعوض المكاسب دي في موسم واحد. نعم. هو الفكرة بقى دلوقتي إن الاتحاد الأوروبي متمسك شوية بالدوري الأبطال والدوري الاوروبي، اللي هو البطوله اللي بتجمع الانديه من اوروبا مع بعض، فهو مش عايز يعلن لسه ان ايه هنأجلها مش هنأجلها، عشان ان يعدي شهر ونص الدنيا تهدى ويعرف ايه يمشي كام ماتش، لان اللي فاضل مش كتير، يعني اللي فاضل ممكن يتلعب خلال شهر يكون خلص، فمش عايز يضحي بكل النشاط مره واحده. يعني في عندنا أختنا دينا عمر تحكي شكرا لمجهوداتكم بالتوفيق لحضراتكم وأتمنى السلامة للجميع. رامي بقول لك الكابتن أحمد منور النهاردة، والله يا رامي أنا حكيت له أنه منور قبل ما نطلع على اللايف. ربنا يخليك. أخونا محمد عيسى سؤال لك يا كابتن أحمد، في حال استمرار توقف الدوريات، هل تتوقع أن الفرق المتصدرة ستتوج رسميا ببطولة الدوري؟
اولا تحياتي لاخونا محمد منور ومن الشخصيات الجميله والاكتف في الكوميونتي. ثانيا بالنسبه للدوري الانجليزي، طبعا نادي ليفربول كان فارق بعدد نقط كبير في عوده الدوري دلوقتي، بعدين بعد 700 سنه هو ليفربول هو بطل الدوري الانجليزي السنه دي، شئنا ام ابينا. بس كده تو بيجين ويز. وبالنسبه بقى للدوري الاسباني، لان المنافسه كانت بين ريال مدريد وبرشلونه فرق نقطه لكل واحد، لا اعتقد ان في الحاله دي الفرقه المتصدره ان هي تتوج، ده مش عدل. نفس الكلام في الدوري الالماني لانه كان فرق نقطه، نفس الكلام في الدوري الايطالي لان كان فرق نقطه بين اليوفي ولاتسيو، واعتقد ان نادي لاتسيو كبقى ناحيه كرويه يعني للناس الكويره، اعتقد ان نادي لاتسيو فنيا افضل من نادي يوفي. وطبعا صديقنا رامي طه هيزعل مننا في اللقطه دي، ولكن معلش يا رامي يعني الواحد بيرضي ضميره يا قدام ربنا. فده كان بالنسبه للدوريات الكبرى يعني. يعني انت بتتوقع انه في ناس مبسوطين على التوقف اللي صار؟ اه طبعا في ناس مشجعين الانديه اللي انديتهم كان عندها اصابات وكان عندها مشاكل ان هي تكمل في الدوري او تكمل في التشامبيونز ليج، اه طبعا بالنسبه لهم هم مكيفين جدا، ده يقول لك يا سلام انا لو رجعنا للنشاط اللعيبه المصابه اللي عندي هتكون رجعت، الفرقه تكون ريحت يعني، حتى اللي تعب ومستواه نزل مستواه يرجع ويبقى افضل ويرجع يلعب ماتشات احسن. تمام. فاخذوا وفي بريك. ناس اه طبعا وفي ناس زعلت، الاخوه بتوع ليفربول طبعا زعلانين لان هم يقول لك اشمعنا ما لغتلناش الماتش بتاعنا، اللي احنا خسرنا الغنا الماتش احنا كمان، بس هو بقى اتلعب الماتش وخسروه وقد كان. تؤجل كورونا إلى إشعار آخر. الى اشعار اه حظهم وحش، صابتهم الخساره وصابهم الكورونا ويعني زلزال، بس اهو نصيب. طيب احنا ما دامنا في نورث امريكا، نورث امريكا تاثر فيها كثير قطاعات، واحنا عارفين ان نورث امريكا يمكن السوكر او كره القدم بدولنا احنا مش كثير تاثرت، او مش اكبر قطاع رياضي هي الام بي اي والان اتش ال والام بي ال، احكي لنا عنهم شو رايك في التوقيف برضه نفسه. بالنسبه للتوقيف الحالي اعتقد خلينا نبتدي الاول من النشاط الاقل زي ما انت قلت اللي هو ملوش شعبيه قوي. بالنسبه للام ال اس اللي هو دوري كره القدم في شمال امريكا، الدوري الاكبر يعني والاشهر، هو اتلعب فيه ماتشين، فيعني ايه يا فرحه ما تمت، هو اللي طلع منه ماتشين، فالموضوع يعني مش ايه مش بيج ديل لو النشاط توقف دلوقتي. الافضل كمان من اللي اتلعب فيه ماتشين هو الدوري الكندي بشكله الجديد اللي هو البريمير ليج الكندي، اللي هو هيبتدي بالشكل الجديد بعد انضمام اتلتيكو اوتوا النادي الجديد لمدينه اوتوا للليج، ده كان المفروض هيبتدي في شهر ابريل، فهم مستنين يعني احنا ممكن نبتدي وممكن ناجل السنه الجايه، الحياه لطيفه. ولكن التاثر الاكبر هو طبعا الان اتش ال والان بي اي، طبعا دول البيك كيك يعني، ان دول توقفهم بالنسبه لهم مشكله. فطبعا الرعاة والوحوء البث هي نفس المشكلة في الدوريات الأوروبية، ولكن برضو خلينا نقول إن ده ماركت غير ماركت يعني، في الآخر الفترة اللي جاية بتاعت الصيف وكده برضو لسه فيها في فترة إن إحنا نكاتش أب يعني، هم عندهم فرصة أكتر من الدوريات الأوروبية بتاعت كرة القدم إن هم يرجعوا للنشاط أو يبدلوا ويأجلوا، لأن طبيعة الدوريات دي مختلفة عن دوريات كرة القدم. طيب انا بدي ارجع للازمه والوباء للاسف. اتفضل. العلاقه بين الرياضه والوباء اللي هو موضوعنا، لكن هالمره بدنا ناخذها من بهجوم كاسح على الوباء وتسديد اهداف في الوباء والازمه اللي نعيشها، ما قبل وما بعد الوقايه اللي يقدمها، لانه يعني صحيح انا احترم الكلام انه الواضح في انه الرياضة هي في الأساس ترفيه، لكن الرياضة في نظر جماعة الصحة عند الدكتور جمال، وأكيد عند أخونا الدكتور مخلص بيعمل بالانس ما بين الترفيه والصحة، هي في النهاية وقاية كمان من الأمراض والأوبئة. فهل أنت تتصور فعلا أن الرياضات إذا انتشرت بتحد من الأوبئة أو بتخفف على الأقل من درجة انتشار الوباء أو حتى الفتك في أجساد الناس فيه؟
طيب انا يعني في الناحيه الطبيه انا هقول يعني مش هتكلم كتير لان انا يعني ما عنديش ميديكال باك جراوند، فهتكلم على قد اللي انا فاهمه. ولكن انا خلينا نتكلم على نقطه مهمه جدا في ناحيه الرياضه اثناء فترات الوباء او الفتره اللي احنا عايشينها دلوقتي، وهي فتره الايه، العزل الذاتي للنفس، ان انت جميل. عازل نفسك عن الناس. الطبيعي في القعده دلوقتي في البيت والبعد عن الناس ان القعده كتير وتكرار نفس العمل بشكل روتيني ممكن يؤدي الى الاكتئاب والضغط النفسي. خلينا نقول الضغط النفسي مش اكتئاب. فالرياضه او ممارسه الرياضه بشكل بسيط، بشكل مثلا مشي، بشكل جري بسيط حوالين المكان اللي انت عايش فيه او على تريدميل، ده نوع ما اعتقد انه هيقلل من الضغط النفسي اللي عندك وهيقلل من حالات الاكتئاب اللي ممكن تصيبك. فده مهم مش بشكل مباشر للكورونا كفيروس، ولكن مهم للويل بينج بتاعك انت كانسان. وخلينا برضو نرجع للنقطه كنا اتكلمنا فيها قبل كده يا دكتور محمد، البني ادم وهو بيواجه مرض بيطير بجناحين، جناح صحته ونظامه المناعي، وجناح تاني حالته النفسيه. يعني انت ممكن تبقى صحيح. صحيح. صحي صحيح وحالتك ومناعتك قويه جدا، ولكن انت نفسيا في النازل، يعني انت حاسس ان انت عندك مرض ملوش حل، وهو الموضوع بسيط، نفسيتك تأثر عليك بالسلب. أنا بدي أحكي زي لاعب الكورة اللي بيلعب برجلي واحدة وبرجلتين. بالظبط كده. فالرياضة في الوقت ده، الرياضات الخفيفة والرياضات اللي هي البسيطة اللي هي تساعد على تنشيط الدورة الدموية بشكل عام، بتساعد على ان هي بتقلل الضغط النفسي، بتساعدك ان انت تخرج من الاطار اليومي الروتيني اللي انت بتعمله اللي هو محصور في 4 جدران، وده شيء مهم جدا في الفتره دي. صحيح. وبرضه نوعا ما يعني انت ممكن تطلع من الجو ده بمشاركه النشاط ده مع اصدقاء، يعني وسائل التواصل زي ما قلنا اللايف والفيديو والكلام ده. انا شخصيا كواحد مغترب يعني عن مصر بقالي يعني ما شاء الله لو بطلت عيب، بس يعني بقالي فتره، اول ما بدات الرحله يعني كان ما كانش يعني كان يا سلام ده اللي احنا فيه ده يعني عظمه. جنة. ايوه زمان طيب. ما كانش فيه الكلام ده. في سؤال لك من رامي طه، بقول لك الدوري الأوروبي الأكثر تطورا خلال الموسم الحالي ولغاية ما قبل توقف النشاط الكروي، ما هو رأيك بحال الدوري الإيطالي وما قدمه خلال الموسم؟ والله بص، هو الدوري الإيطالي الموسم ده خلال ال9 مواسم اللي فاتوا يعتبر الدوري الحالي أحسن، أفضل موسم، لسبب لأن إحنا شايفين فيه منافسة واضحة بين اليوفي وبين إنتر ميلان وبين لاتسيو، وده ما شفناهوش في السنين اللي فاتت. بصراحة نادي يوفنتوس كان واخد الدوري ملاكي، بطل الدوري 8 سنين ورا بعض، محدش عارف يكلمه، محدش عارف يوقفه. طب يعني ما فيش كرة كده في الدنيا، ما فيش نادي بياخد الدوري بس، يعني ما فيش حد بيقف قدامه يعني مثلا. صحيح. فالشكل الحالي شكل تنافسي، كل ما يكون في منافسة بين فريق واثنين وثلاثة بيبقى في إثارة، ده اتغير، ده نزل، ده طلع، ده بيدي شكل أفضل أكيد طبعا للمنافسة، وفي الآخر المستفيد هو المتفرج اللي عايز يشوف ناديه بيكسب وبيخسر وبيتعادل وبينافس، هو ده اللي بيبقى مبسوط اكتر. الأدرينالين ده. الادرينالين. طيب دكتور مخلص بيسأل عن المبادرات الإيجابية في دعم المجتمع ماديا التي يقوم بها عدد من النجوم في أمريكا وأوروبا واليوم في مصر. بدأ النجوم بجمع تبرعات لدعم العاطلين عن العمل صحيح في مصر. صحيح. في مصر مبادرة بقالها أكتر من 5 أيام دلوقتي، مجموعة من لاعبي كرة القدم وانضم ليهم مجموعة من الفنانين إن هم بيعينوا الأسر اللي هتكون محتاجة خلال فترة التوقف أو خلال فترة النزول في معدل الأعمال والأشغال لبعض الأسر اللي هي بتقتات يوم بيوم وليس لها دخل ثابت. بإعالة أسرة لمدة شهر، عدد من الأسر لمدة تتراوح من أسبوعين لشهر أو شهرين. طبعا مبادرات إيجابية جدا، شفنا عدد من الفنانين طالع يوجه رسالة للجماهير سواء كان نجم رياضي أو نجم في عالم الفن أو في عالم الموسيقى، يا جماعة التزموا بالبيوت، يا ريت ما تخرجش إلا على أضيق الحدود.
وفي مبادره كمان جميله جدا واللي ركز عليها او انا شخصيا اللي عشتها امبارح مع فريق غنائي مصري اسمه مسار اجباري، عمل زي حفله مصغره وعمل ستريمينج على اليوتيوب وقال للناس في الاعلان ليها، وده شيء جميل جدا وعجبني انا شخصيا. انتوا كل مره كنتوا بتقولنا احنا ورادي احنا المره دي احنا اللي جايين لكم، جميل جميل. فدي كانت مبادره ايجابيه. ولكن الجزء المادي طبعا احنا شايفين عدد من المبادرات مهم جدا جدا جدا، واعتقد بشكل كبير ان ده دور الفئه دي من المجتمع دلوقتي، ان هي تدعم الجمهور اللي دعمها عشان توصل لمرحله الشهره ومرحله النجاح وكده. فدي مبادرات طيبه جدا. هل في مبادرات كانت في كندا في الاطار هذا؟ يعني في الفترة الأخيرة أنا شخصيا ما شفتهاش، ولكن أنا شايف إن الويف عموما منتشرة. يعني هي أنا مش هقدر أقول إن كندا ما فيهاش عشان أنا ما شفتش، بس هي كويف الويف دي دايما بتبقى انفلونسنج. يعني هتلاقي اوريدي في مبادرات كتير في كندا من غير كتابة اسم معين أو نحط يقول والله فلان عمل وفلان ما عملش. أعتقد إن يعني في موضوع التشاريتيز وموضوع التعاون مع المجتمع، اعتقد كندا يعني لو عملوا مسابقه في الموضوع ده كندا هتاخد رقم واحد مستريح. يعني احنا ما شاء نعم، الله موضوع الفولنتيرنج وهيلبنج ذا عالي. كوميونتي ده رانز ان بلاد. يعني اتفرج انت الولاد هنا، شوف انت ديورنج ذا سكول يير كام مره بيجي لك نوتيفيكيشن من المدرسه، احنا النهارده عندنا كذا هيلبنج ذا كوميونتي، النهارده عندنا كذا هيلبنج ذا كوميونتي. فأعتقد إن ده هيكون شيء طبيعي جدا بالنسبة لنجوم المجتمع والرياضة في كندا. يعني في سؤال مهم بيطرح نفسه، كنا مستعدين وبننتظر أكبر تجمع رياضي في العالم اللي هو المونديال، صحيح الألعاب الأولمبية. الألعاب صحيح الأولمبية كانت مفروض تصير هذا الصيف في اليابان. هل في عندك تعليق معلومات؟ كل منتظر. الجماعة اليابانيين بيرسبوندوا على السؤال ده بكل هدوء، احنا مش هنغير حاجة، البلان زي ما هي، مستنيينكو في الصيف. يعني انا عايز اعرف ايه السر الثقة. انا حاولت اقرا على قد ما اقدر واجمع معلومات على قد ما اقدر، بس ما تفهمش يعني الناس دي عندها سحر، يا هم عارفين حاجة احنا مش عارفينها. هو أكيد مصرين ان الالعاب الاولمبية هتقام في وقتها وفي ميعادها وبدون اي تأجيل. ولكن خلينا نحسب حسبة كده، خلينا نقول بالأرقام. يعني لغة الأرقام دايما الناس بتقول الأرقام ما بتكذبش. الدولة اللي عندها الضرر الأكبر لحد دلوقتي هي طبعا الصين، ولكن برضو الصين اللي عندها الضرر الأكبر عندها نظام صحي برضو قوي. يعني أكبر ضرر عند أكتر واحد عنده نظام صحي قوي. لو قلنا إن مفيش نظام صحي خالص عند دولة أصيبت زي الصين، ما اعتقدش برضو ان الموضوع هيزيد عن فترة كبيرة في الوقت. يعني بمعنى تاني ان على الوقت اللي هيتلعب فيه الالعاب الاولمبية، على الاقل هيكون في مونيتورنج سيستم للي داخل واللي خارج، سريع يقول لك اللي داخل لك ده عنده ولا ما عندوش من البلد اللي هيسافر لك منها. يعني احنا دلوقتي شفنا كذا مبادرة ان في تحليلات بتظهر بوقت اقل ومشاريع لده. في دلوقتي امصال او مصل او اتنين بيتجربوا بشكل عملي وبشكل صادق، مش 100% accuracy الاخبار الجميلة اللي احنا بنشوفها، بس ده بشكل واضح. يعني احنا ممكن نشوف اختبارات خلال فترة قريبة. في عدد من الشركات الادوية صرحت ان في جولاي هيكون في مصل مجرب وجاهز. فيمكن اليابان مصر على اصرارها ده بناء على هذه المعطيات. اعتقد دي الحاجه الملموسه اللي في ايدينا اللي ممكن نقول ان هي الثقه دي جايه من هنا. نعم اليابانيين لا طبعا نعم اليابانيين مختلفين طبعا. يعني كنت بدي اسال انا سؤال حقيقه في الـ في الـ في الـ في التركيبه اللي احنا بنشهدها الان ما بين المنتخبات وتشكيلات الكرويه المختلفه في المنطقه او حتى في داخل كندا. احنا هل في شيء يمثل العرب في هذا الميدان، ولا الموضوع يعني فزعه فرديه، مجموعات بتتجمع وبتنتقل وبتنتهي، لا هو مجموعة بتلعب
لا طبعا احنا لسه عندنا مشكله في موضوع الفرديه ده طبعا جامد، لسه احنا بعيدين شويه عن الاحترافيه. احنا يعني احنا في الجزء الاحترافي شويه، خلينا اقول ان احنا يعني قدامنا شويه وقت حلوين، يعني عايزين شويه لعيبه محترفين الاول بالشكل مظبوط عشان نوصل للاحترافيه دي. طيب ليه؟ يعني أنا عندي الدكتور مخلص، أنا عندي أستاذ أحمد، وممكن نعد كمان 3 4 يوصلوا ل 5 6، وممكن نوصلهم ل 11. يعني ليه ما يكونش في مجموعة تتشكل وتنتقي وتعلن عن مبادرة وتنتقي فريق وتعمل منه شيء، يعني شيء هيك مقبول وبروفيشنال يعني. ما هو في الاخر يعني انا وحضرتك واكس وواي البروفيشنالز اللي هم فاهمين الدنيا ماشيه ازاي هيرتطموا مع جدار اخر من الغير بروفيشنالز، فطيب وساعتها هيبقى الحل ايه؟ أنا هنفضل في رأيي نعتبرها هنلف في مبادرة دايره. نشتغل عليها. لا لا في رأيي لا، نعتبرها مبادرة نشتغل عليها. هو الموضوع هو كده كده جاي، اتس ويف اني واي. يعني دلوقتي لو قارنا البروفيشناليتي في عالم الرياضه العربي بما سبق، يعني مثلا من 10 سنين، لا دلوقتي في تطور ملحوظ في اجراءات احترافيه من بعض الشخصيات وبعض الاتحادات لالعاب مختلفه ماشيه بشكل قوي ومنظم وبروميسنج. ولكن يعني احنا مش في مناطق التأثير، احنا ممكن نكون في رياضات او في تجمعات قويين جدا ولكن هي ملهاش ثقل في المجتمع الرياضي العالمي. فاهم قصدي؟ أتوقع إنها نقطة للتفكير. اه طبعا، هي نقطة دايما مفتوحة للنقاش وللتفكير وفي بعض الاحيان للجدل. أنا مستعد ألعب معكم بلاي ستيشن. أنا أشطر واحد بيلعب جمهور على فكرة. صحيح. طيب معانا الدكتور منير. طبعا دكتور منير من الأطباء اللي نكن لهم كل الاحترام والتقدير في مدينة أوتوا، وهو أيضا مقدم برنامج صحي وطبي على قناة على إذاعة شين راديو، بيسأل أو بيحكي: الله أعلم، أجزم أن الرياضة هي مقدمة العلاج سواء في هذه المرحلة أو غيرها. إذا مارسنا المشي في المنطقة ورياضة الاسترخاء فإننا سنساعد جهاز المناعة على أن يقوم بدوره على أفضل وجه، ومن المعروف طبيا أن التأثير العصبي والخوف يضغطون على جهاز المناعة مساعدين بذلك الفيروس وأتوقع البكتيريا أيضا من أن يخترق أجسامنا بسهولة. كما ذكر الكابتن العزيز، موقف اليابان يبعث على الأمل. شكرا أبو آدم على جهودك، وشكرا أستاذ محمد. طبعا هذا التعليق يعني اللي فهمناه، طبعا كنا نؤكد على ان الرياضه مهمه جدا، على القليله شويه ايروبيك، شويه زومبا، مشي حوالين البيت، جلي الصحون، تقطيع طب انا الشط. اطلع بقى اطلع انا اطلع انا بهجمه مرتده بقى يا دكتور محمد بعد اذنك، يعني عشان تفضل انا كده تفضل. انا كده ايه دافعت على قد ما اقدر دلوقتي يا دكتور بعد اذنك. يعني عايزك توضح برضو سؤال او حاجه انا قريتها في كذا مكان متعلقه بالجزء الطبي. ايه هو الاكسرسايز او النشاط الرياضي اللي ممكن يؤثر بالسلب على الجهاز المناعي وممكن يؤدي ان الجهاز المناعي يبقى عرضة للإصابة بالفيروس؟ بالسلب. بالسلب مش بالإيجاب. هي رياضة، انا هيقول واحد هيقول لك انا بعمل رياضة اهو بس جالي برضه واتصبت وده ما ساعدش بمناعتي. أنا يعني بشكل عام الرياضات، يعني بدي أحكيها، أنا يمكن سؤال شوي صعب، بس الرياضات بشكل عام، حتى الرياضات الذهنية مثلا الشطرنج، الدومينو، الرياضات الذهنية كلها تقوي جهاز المناعة لأنها بتعطيك دفعة وبتخلي الجسم السيركوليشن، بلاد سيركوليشن، إنه يتحرك في الجسم، فبالتالي أنت جهاز الدموي بضخ كميات دم أكثر. طبعا يمكن بدي أحكي شوية أنا أو تخوف من الرياضة الثقيلة اللي هم الناس اللي مش رياضيين وبيضغطوا على نفسهم. مثلا إحنا الآن في مرحلة كورونا، بقول لك أنا بدي أطلع وأركض 15 كيلو من أول يوم.
طبعا هو ضغط على جهازه الدموي وضغط على القلب والرئتين، فلازم نبدأ الرياضات تدريجيا، هذا أهم شيء. المديتيشن، اليوغا والشغلات هاي كتير بتساعد في الريلاكسيشن، والريلاكسيشن بيرفع من الحالة النفسية أكيد. فنأكد على ان الرياضه اللي هي البسيطه اللي هي تساعد على بس الجزء اللي خاص بالبلاد سيركيوليشن وال افضل شيء، هي افضل شيء. نعم. استاذ محمد، في مخلص كتب لك رد. تفضل اقرا. بيحكي: انا كحكم كره قدم بكندا منذ 10 سنوات اعتبر ان اشتراط اللاعبين العرب بالانديه والفرق الكنديه هو الافضل والاسلم للمستقبل. يعني دكتور مخلص بيحكي انه فيش داعي نفكر انه يكون في عندنا انديه عربيه او يكون في عندنا شيء يخصنا باي شكل من الاشكال، نترك اللاعبين ينخرطوا بالانديه الكنديه. ما رايك؟ ما هو ده اكيد طبعا. لا، هو في الاخر انت هيبقى عندك كيان، ولكن هو كيان يمثل السكند جينيريشن، مش هيمثل الجينيريشن بتاعنا، يعني اللي هم نعم. اول خطوه دول هم دايما اللي بياخدوا الايه البيج هيت، الصدام بقى مع المجتمع، وان انت تحاول تزرع نفسك هنا ويبقى انت جزء وتفهم الكالتشر هنا عامل ازاي. مهما انت حاولت تغير من نفسك مش هتبقى زي ابنك وزي ابن ابنك، لانه انا شايف هل في تعارض، هل في تعارض لا يكون مش في عندك كيان عربي؟ مش تعارض، ولكن يعني هو يعني زي ما بقول لك باللغه البسيطه، يعني هو عارف حرفه البلد دي، هينخرط وسط المؤسسه وهيعرف بعد كده يدير لاعبين ويبقى مثلا مدير نادي او مدير رياضي او 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 عنده الباك جراوند العربي، لكن هو جزء من المجتمع ده. لا هو طبيعي، اكيد اكيد. هو دلوقتي جينوين برودكت، انت مهما عملت، احنا مهما عملنا من احترافية في الاداء وفي العمل وفي الكلام والتخاطب والتواصل مع المجتمع، انت جزء من المجتمع، ولكن برضو انت عندك الباك جراوند اللي اقوى من انخراطك في المجتمع الحالي غير ابنك. يس. طبعا برضو مخلص بحكي لك: الإفراط بالتمرين هو ما يجهد جهاز المناعة. وطبعا نشكر الدكتور مخلص طبيب، يعني فأكيد جمع الدنيا والآخرة إن شاء الله في الموضوع. فلوس ترفع المناعة، والله كتر خيرك يا دكتور مخلص. لا لا لا، هو عارف الطريق. هو عارف الفلوس دي. طيب طبعا في سؤال يمكن بنسأله كتير الآن، خاصة وإحنا في ما يشبه بالعزل المجتمعي أو السوشيال ديستانس اللي بنحكي عنها دائما، هل نستطيع أن نطلع نمشي حوالين المنزل؟ ما هي مدة الخطورة؟ أطفالنا هل بيقدروا يطلعوا يلعبوا في الباك يارد أو الفرونت يارد زي ما لعبوا مع أطفال آخرين؟ إيش رأيك في الموضوع؟ والله انا شخصيا جربت هذا، يعني موضوع المشي حوالين البيت وكده، ده انا بعمله بشكل يعني نوعا ما منتظم، لان يعني برضو الواحد عايز يبقى ايه حريص يعني. وبعدين اطباء كتير نصحوا بالرياضه بس من غير سوشيال كونتاكت، او من غير ان انت تكون مع مجموعه من الناس وتحافظ على المسافه والاختلاط بالناس. يعني المشي ده ما دام انت يعني انت في الهواء الطلق وكده، كده احنا بنتكلم على فيروس ما بينتقلش من الهواء على طول، ومحتاج دروبلتس ومحتاج يعني معطيات كتير قوي عشان تصبي في الوضع ده. فاعتقد المشي ده معقول. لعب الاولاد في الباك يارد ده ما اعتقدش انه هيضرهم، ما دام برضه ما فيش خلطه، انت دول اولادك، وبرضه وانت داخلين البيت مره تانية بعد ما يكونوا لعبوا في الباك يارد او في مكان مماثل، يعني انت برضه هتنظف ايديهم وتعقمهم، او الهدوم اللي هم هيلعبوا بيها هتغسلها. اعتقد ان الموضوع ده هيبقى جيد. بالنسبه كمان ان الاولاد الصغيرين بعد فتره، وده لاحظتها على كتير من الناس، ان هم يعني مش هقول مكبوتين، بس القعده جوه البيت كتير يعني قبض لحريتهم، يعني انت حبستهم. الخروج بره البيت هو علامه من علامات البهجه في حياتهم، ان انا كده يعني بعمل حاجه مختلفه، حتى لو هو جوه البيت بيعمل كل حاجه، كل الالعاب اللي ممكن يلعبها، بس برضه هو محتاج ان هو يخرج بره البيت يشوف منظر مختلف.
يا وبث وانا بحكي مره ثانيه يعني هذا الموضوع، انه في كثير من الاهل الان اوكي انا جالس في البيت عندي وقت اشتغل على السوشيال ميديا او على شغلي الخاص، وبنسى طفله للجادجتس اللي هي سكرين تايم، هاي اليوتيوب والايباد والمش عارف ايش، فلازم ننتبه على الويل بين تبعت الاطفال كمان، لانه طبعا طبعا، وحتى للاهالي كمان. خلينا نرجع نذكر طبعا بعدد من الريسيرشز والتحقيقات اللي دارت على استخدام السوشيال ميديا حتى للكبار بشكل كبير. انا فاكر من 10 سنين استخدام السوشيال ميديا بالذات او استخدام التليفون كتير قبل النوم بيعمل ارق طبعا وانسومنيا، فنقلل ده. وضع الراس بالشكل التشريحي اللي هو دايما بتبص لتحت ده مش كويس على الفورهيد ومش كويس على المخ، فالقعده كتير قدام التليفون بالمنظر ده مش كويس. فحتى الخروج ده بيساعد ان انت تخرج عن المألوف واستخدام الشاشات يعني عموما، اي نوع الشاشات يعني. ده غير ان انت في السبع ثمان ساعات او العشر ساعات اللي بتقعدهم للشغل قاعد برضه قدام شاشه، فيعني صحيح. كده كتير. طيب يعني خلينا ناخذ شيء عملي كرياضي، والرياضه جزء من حياتك اليوميه. الان فعليا ايه هي الرياضات اللي انت بتقضيها مع اولادك، والرياضات اللي بتعملها انت بنفسك وحدك، لا سواء أول حاجة طبعا، داخل البيت او خارج البيت؟ أول حاجة طبعا باجي أطلع أجري وراهم، يعني دي رياضة لوحدها كفيلة إن هي بص تخليك تخس وتطلع الاسترس، والساعة تيجي 9 10 بالليل بتخش تنام يعني مش حاسس بحاجة. ده كفاية، مش بيقول لك تجري على أكل عيشك وتجري على عيالك، أهو أنت عايز إيه تاني؟ هم أكل عيشك. أهو أكل عيشك وعيالك. لا والله ما بيكون دايما لما يكون في فرصة، يعني every other day مشي مثلا او التحرك حوالين المكان اللي انا ساكن فيه بس عشان اجري الدوره الدمويه، لان احنا اكدنا على او عدد من البروفيشنالز يعني في المجال الطبي اكدوا على الاكسرسايز اللي هو البسيط اللي هو ينشط، لان ده بيساعد على تقويه المناعه، السلاح الاول لمواجهه فيروس كورونا قبل اي مصل حضرتك هتاخده من اي شركه فارماسوتيكالز، يعني بارك الله فيهم واثرى بالهوى يعني ترابهم، لان هم طبعا اول ما يلاقوا اي مصل حتى لو بيعمل نسبه شفاء 50% فرصة هيبيعوا يشتروا في الخلق، ده فرصة اساسي يعني كاي دواء في العالم طلع عمل له لونشنج يعني هيبيعوا يشتروا في الخلق، ده عادي يعني. فانت يعني ايه طبعا المثل مصري يعني، معلش هو صعب شويه، بقول لك حمارتك العرجه ولا السؤال اليتيم. طب انا عندي جهاز مناعه قوي وربنا يعين بقى في صحيح. الفارماسيوتيكالز دول بعدين. طيب صحيح صحيح طبعا انا بركز على الناس اللي تقاعسوا، يعني انا مش من الرياضيين وما بتحرك كتير رياضيا، لكن في هاي الفترة بدأت فعلا اشتغل، بدأتنا من شغلات منزلية، يعني هذه اشياء اطلع على الدرج وانزل، اطلع امشي حوالين البيت زي ما حكيت، اشطف، اغسل الصحون، حاجات رياضية مهمة، يعني اي كله حاجة في كله يا المنزل باشا رياضي، كله مطلق بينفع. رياضي اكيد كله رياضي. طيب الدكتور مخلص بقول لك هناك الكثير من خيرة الحكام بأوتوا، وأمين سر نجدة الحكام وعشرات المدربين العرب يعملون بكرة القدم في أوتوا، طبعا هذا شيء جيد ومبشر إن شاء الله، يعني وإن شاء الله بكون إنه يمكن حوارات أكبر لايف مع الإخوة بس الرياضيين في الأرض. انا حبيت اوضح الفكره، يبدو انه الدكتور مخلص ممكن ما وصلتوش الفكره تبعي تماما. انا مع انه لازم يكون طبعا اللاعبين العرب لازم يكونوا منخرطين بانديه كنديه، وموضوع التفرقه هون بفئه معينه انا معه انه شيء مش منطقي ولا صحي ولا اصلا يعني عملي، لكن أنا بحكي داخل الكوميونيتي العربية، هل في طريقة إنه يكون في شيء كيان داخل الكوميونيتي العربية بتاخذ أولادنا، بتاخذ الناس المحترفين من الجيل الجديد، بتعمل لهم تأهيل، بتربطهم بعشقهم للرياضة، بتربطه من خلال الكوميونيتي تبعهم ومن خلال ناس موجودين في أندية كبيرة ومن خلال ناس محترفين؟ هذا الكيان اللي أنا بقصده، مش بقصد إنه يطلعوا من أنديتهم الكندية ويعملوا فريق عربي، لا بالشكل هذا احنا بنكون يعني
داخلين بشكل فج في الموضوع. لا هو eventually اكيد هيكون، اكيد مجموعه الشباب اللي موجود دلوقتي، الشباب الصغير او الشباب اللي هم منخرطين في كره القدم هنا في اوتوا او في كندا، اكيد هيكون ليهم كيان، مش هنقول مستقل، ولكن كيان يجمعهم تحت مظلته. في نقطه تانية، وانا شخصيا بقى شفتها يعني كتير، ولادنا الصغيرين اللي لسه بيلعبوا في مرحله الناشئين اللي هي تحت سن 15 سنه وتحت سن الهاي سكول وكده، لا ما شاء الله عليهم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مستقبل قوي جدا، لان اللاعب بتاعنا او ولادنا جايين بمهاره هي مش موجوده كتير هنا. المهاره الفرديه او الشكل الفردي، هم ادائهم وتكوينهم الجسماني كمان، عشان هو اتدرب هنا واتمرن هنا، لا هيبقى ليهم شأن كبير، يعني هيبقى ليهم شأن كلاعب في الكوميونتي، وكمان هيبقى ليهم شأن اكبر بره كندا، فهيبقى ليهم وجود، يعني هيبقى ليهم وجود لدرجه ان هيقولوا هم نفسهم، لا احنا محتاجين كيان يمثلنا، احنا محتاجين حاجه تبرز الجانب ده ان احنا مؤثرين وان احنا موجودين وكده. فاطمئن يعني يا استاذ محمد، ده هيحصل، بس هو زي ما بيقولوا ايه، عجله الزمن بتاخد وقتها في الدورات. نعم 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 رامي طه بسألك، تعودنا نستمع ونستفيد نقدا وتحليلا مما يقدمه المحللون الرياضيون او الصحافه الرياضيه، هل هناك من دور يمكن ان تلعب الصحافه الرياضيه والمحللون الرياضيين للجماهير في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار الفيروس؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا، في ناس كتير بتتاثر بكلام الشخصيات الرياضيه العامه والمحللين والنقاد. الناس دي لو دايما تركز في المرحلة اللي احنا فيها والمرحلة الحرجة دي على توجيه الناس وتوعية الناس بأهمية النقط الأساسية اللي منظمات الصحة وكيانات الصحة في كل دولة بتركز بتأثر عليها، يعني خليك مع مش ضد، ركز، اقعد مع الناس، اقعدوا في بيوتكو، تمام، قوم بدورك المجتمعي، يعني انت كدورك كمحترف قمت بيه، حللت ماتشات واتكلمت وعدت وزدت، اعمل دورك المجتمعي بقى. طيب المهم دلوقتي، طيب الأخت دينا بتحكي، أي مساعدة في المنزل رياضة صحية وحتأخذ ثواب في أهل بيتك كمان يا دكتور جمال. ما طبيعي لازم أنا طبيعي لازم حاجة، أنا بالعكس نشيط ومبسوط، الراجل ما قالش حاجة. لا هو طبيعي لازم تعال يكون التعليق هذا يعني من ست طبيعي. طيب دكتور مخلص بحكي، نكته المشكله اذا صار في فريق عربي ما حد راح يقبل يحكم له. والله يا نو كومنت على رايي هون دكتور مخلص. هذه الزوايا تبعت الدكتور مخلص حنحكي فيها بعدين. طبعا الدكتور منير بحكي، تكميلا لما ذكر الدكتور جمال حول اضرار الرياضه على جهاز المناعه، هناك مشكلة تواجه الرياضيين الذين يمارسون الرياضة لفترة طويلة من الزمن، حيث يواجه مشكلة في زيادة نسبة الكورتيزون والأدرينالين في الدم، هذا مما ما يحصل مع بعض لاعبي سباقات الدراجات أو الجري، وزيادة هذه الهرمونات تقلل بشكل كبير نسبة المناعة، وهذا يضعف جهاز الخلايا المناعية، وهذا يضعف جهاز المناعة. يعني شكرا على الإضافة، فعلا شيء رائع اللي هو الزيادة في نسبة الرياضة برضو مضرة. احنا تقريبا لنا اكثر من 50 دقيقة على اللايف، وشكل الحوار والتفاعل من الاخوان، يعني يمكن اكثر تفاعل لحد الان. صحيح، شكل الرياضة هي الرياضة والعرب. الرياضة والعرب. ما هي طيب سبحان الله، هي سنة الحياة سبحان الله. المواضيع الرياضية دايما بتاخد اهتمام كبير من الناس في أي رياضة، احنا لو جمعنا كل الرياضات مع بعض هتلاقي الناس دايما عندهم حتة التنافسية، بس الأهم اللي احنا بنأكد عليه دايما هو بس مش الفرجة على الرياضة فقط، وهي ممارسة الرياضة أيضا، دي أهم من مشاهدة الرياضة، ان انت تكون انسان نشيط بالمينيموم عشان يفضل جسمك في وضع كويس، لان في الاخر يعني ده هنا اللي بدنك عليك حق يعني، وهو ده اهم حق.
صحيح. واحنا متشرفين بوجودك معنا يا كابتن احمد طبعا، يعني هذا يا دكتور محمد ده الشرف ليا، الشرف ليا يا دكتور محمد. طب انا بس بدي احكي الان يمكن شغله ما تعجبك او ما تعجب بعض الجمهور، في رئيسة الابحاث في اسبانيا طلعت بتصريح وحكت انه انتم تعطونا او تصرفونا على رونالدو الرياضيين بشكل عام مليارات الدولارات وتعطوهم ملايين الدولارات شهريا، والريسيرشر اللي بيشتغل في المعامل وبيبحث تعطوه 1800 يورو بالشهر. طلعت بتصريح بتحكي خلي ميسي ورونالدو الى اقولكم دواء. هل لك تعليق؟ والله يا دكتور يعني خلينا نبتدي الاول من كل خلق ايه، كل ميسر لما خلق له، سبحان الله. هي في الاول وفي الاخر مساله رزق بحته جدا، ان انت مين بيروح يعمل ايه، انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك، ربنا قدر لك ان انت في هذا المكان تؤدي هذا العمل، انت بينك وبين ربنا بقى ان انت تتقنه، يعني ضميرك في الاخر، ضميرك الانساني، بلاش بينك وبين ربنا، ضميرك الانساني بيحتم عليك ان انت تتقن عملك. هم جم خبطوا بقى بيقولوا لك دوري على دواء، يعني كون ان انت قلت لي روح اجري بعيد زي الدكتور كده، لما تروح للدكتور تقول له انا عايزك تعالجني يقول لك لا انا مش فاضيلك. طب ما فين ضميرك المهني؟ انت بتاخد 10 بتاخد مليون، انت عندك ضمير المهنه، هو ده المقياس او النبراس ليك ان انت تقدر تتحرك منه. وانت لو كل واحد راح بالهوى، طب خلاص بقى بالهوى بالهوى. كان السؤال انه التركيز على دفع المبالغ هاي للرياضيين وترك البحث العلمي اللي هو مفروض صحيح. يكون فيه اكتر دعم. صحيح، بس يا دكتور محمد موضوع الرياضيين ده مش عشان هو سواد عيونه، يعني ده هو في الاول وفي الاخر ده سوق، سوق زي اي سوق. الرياضه انا دايما بقول للناس كده، اللي عايز يتفرج على كوره للكوره يروح يتفرج على فرق الناشئين والناس اللي ما بتاخدش فلوس، هو بيلعب للهوايه. لكن الناس اللي بتشتغل في انديه كبيره ده هو ده سوق، ده هو لازم ياخد الرقم ده، وهو لازم يبقى ليه المعجبين دول، هو ده الليفل اللي هو فيه، مش بمزاجه، ده هو بيقول له تعالى. يعني هو لما يكون لاعب عنده بوتنشال وبيروح فريق كبير، النادي حتى فيه مسؤولين خاصين بالإعلام وبلبسه وبشكله، بيقول له بقى سيب نفسك كده، احنا هنعمل لك ويبقى شكلك كذا ووضعك كذا وأمورك كذا، لأن في الآخر دي ايه، فلوس. الراجل اللي بيروح يشتري التذكرة ده فلوس، اللي بيفتح التلفزيون يتفرج عليك ده فلوس، واحنا نادي كبير ما ينفعش ان انت يبقى شكلك بالمنظر ده. فالموضوع هنا مش موضوع ميسي ورونالدو كشخص، ده هي منظومة كبيرة. يعني انا شايف ان التعليق ده لازم يتشال كلمة ميسي ورونالدو دي، وتقول روحوا لالاتحادات الكورة والاندية خليهم تدفع الفلوس دي، ما تدفعها في البث ونقل الماتشات، تحطها في البحث، ده الصح. لا وبعدين انا يعني انا اتصور انه اذا احنا بنحكي عن مؤسسات، المؤسسات الكروية بتكسب، والمؤسسات الصحية اللي في الأخير حتبيع الدواء بتكسب. يعني احنا مين حكى انه مثلا، مين حكى انه صناع الأدوية بيستفيدوش من الأزمات هذه وبيبيعوا أدوية ممكن تكون اكثر من منتخب كامل بيلعب خلال 10 سنوات يبيعوا الأدوية. فهي اخطأت المقارنة، اتس نوت ابل تو ابل. يعني هي حكت ميسي مع الريسيرشرز، بينما هي لازم تحكي المنتخب مع مؤسسات تصنيع الأدوية اللي بتشتغل وبتبيع، وأحيانا صحيح بنعرف إنها بتحط أشياء داخل أشياء وبعدين بيطلع أدوية تانية. فيعني في استفادات صحيح من كل الأطراف. صحيح. وبعدين على ما أذكر حقوق التركيبات بتاعت الأدوية للشركات وللمخترعين بتوعها أو فرق الأبحاث، اعتقد ان هي ما بتقعدش سنه ولا اتنين، دي بتقعد بالسنين، ان الشركه دي بتصنع الدواء ده ومحدش تاني يخش على اللاين ده غيرنا. صحيح. يعني بيستفيدوا كم ضعف بقى من الدواء ده. دكتور مخلص برضو اضاف انه بزنس الرياضه يدفع اموال كبيره كضرائب تذهب الى الابحاث والطب وغيره. اكيد طبعا. طب حلو، طب الراجل ميسي ده، طب دي نقطه جميله جدا يا دكتور مخلص، دلوقتي الراجل ميسي ده ورونالدو دفع حق الدوله عليه، عايزين منه ايه تاني؟ خد مليون دفع حق الدوله، المفروض يعمل اكتر من كده. طيب في صار اللي هي التحدي بين بعض الرياضيين بالتواليت بيبر. صحيح صحيح. احكي لنا عنها.
هو بدات ويف في الرياضيين الاوروبيين يعني لعيب الكره اللي هي، وبدات حتى انتشرت في اللعيب العرب ان كام واحد يقدر يعمل جاجلينج بالتويلت بيبر. وطبعا برضو عملوا فيها نقطه حلوه، معظم اللاعبين اللي عملوا الجاجلينج ده او التحدي ده قبل ما بيبداوا التحدي بيروح قبل ما يمسك التويلت بيبر بيعمل ايده بالسانيتايزر الاول كنوع من تاكيد ان انت خلي بالك ان انت لازم تغسل ايدك كويس، وتبدا بعد كده. وبدات اللاعبين ان هي تحط الفيديوهات بتاعتها على الانستجرام وعلى الفيسبوك او على يعني منصات التواصل الاجتماعي المختلفه، ولقت رواج. حتى كمان طبعا ميسي طبعا كالعاده يعني ابهر الجميع، عمل جاجلينج وعمل كام حركه بالتويلت بيبر، يعني لعيب كبير طبعا، وهو لازم يطلع بحاجه مختلفه عن الاخرين يعني، وكانت جيدة جدا ولقيت استحسان من كثير من مشجعين الكورة يعني. طبعا دكتور مخلص بصححني، بقول لي عموما التصريح طلع مفبرك، اكيد معلومة جيدة، وبس حبينا نناقش هاي النقطة لانه اكيد نحكى فيها. دينا عمر تلعب بتحكي سوري، العيب ليس في المنظومة الرياضية دي، سوق مختلف، ولكن العيب على الحكومات او مسؤولي البحث العلمي ورجال الاعمال في المجال الطبي الذين لازم يدعموا الباحثين. أكيد إحنا حبينا نناقش النقطة لأنها مهمة جدا، وهي آدم دخل في اللايف. طب في النهايات أستاذ محمد عندك أي شيء بتحب تضيف؟ أنا بدي أترك الهوى لأستاذ أحمد يعني يوجه نصائح لنا جميعا في هذا الوقت، في هذا فترة الحجر اللي احنا فيها، وبشكل عام في فترة الأزمات والأوبئة. أنا شاكر ليكم طبعا وجودي معاكم في الفيديو الجميل ده، ودايما بسعد بصحبة دكتور جمال وانت يا أستاذ محمد، أول مرة شكراً. يكون بيننا لقاء، ولكن سعدت بيك جدا وبالمناقشة شكراً معاك. يا رب. ولكن أنا مش هقول نصايح، خلينا نرجع تاني للأصل، أصل الأشياء هو أبسط الأشياء، اقعد في بيتكو، خلي بالك من نفسك ومن مناعتك، دي اهم حاجه، ابعد عن الناس الفتره دي اهم حاجه، وربنا يحفظ الجميع من كل شر. امين يا رب العالمين. امين رب العالمين. تحب تختم استاذ محمد؟ تفضل. انا حترك الختام لك، لكن انا حاب اذكر الشباب اللي بيسمعونا انه بكره حيكون في عنا كمان حوار وسهره الساعه 8 مساء. طبعا اعذرونا انه بصير في تاخير مرات 5 دقائق او 4 دقائق او يعني بهذا النحو، يعني بكون ترتيبات تقنيه. حيكون معنا الدكتور مخلص وراح نتكلم عن نظريه المؤامره في الازمه اللي حاصل الان، فقد يكون الحوار ساخن. ندعو الجميع انه يكون موجود ويحضر اسئله او تعليقات او رايه اللي حيطرح امام الجميع. وأترك لك الختام دكتور. طبعا باسمكم جميعا أشكر أخوي وزميلي وصديقي الأستاذ محمد على جهوده دائما في توعية وتثقيف وإعطاء كمية بسيطة ولو معلومات سريعة هيك للجالية اللي موجودة في كندا بشكل عام والجالية العربية حول العالم. أشكر الكابتن أحمد بسيوني اللي حاولنا نسجل أهداف فيه لكن للأسف مرمى كانت نظيفة وطلع من المباراة بدون أي خسائر. نشكره كثيرا على حسن استماعه وسعة صدره اليوم، وأدعو الجميع إلى متابعته على تشين راديو خاصة الموجودين في أوتاوا واللي مش موجودين في كاليفورنيا على إذاعة النجوم صوت يلا مزيكا 1.5 FM كاليفورنيا. ونشكر الجميع ونتمنى لكم الصحة والعافية، وفي لقائنا غدا إن شاء الله، وسلام. سلام.